Thank you.
من الله ما منا بلغ به الخوف من الله ان تنعدم شهواته.
يتعرضوا هذا المكان لهجوم معين، فماذا تفعل؟ تسارع قليلا، تفر. من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله جنه. فالخوف يدفعك الى الطاعات. قالوا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. خوفهم من هذا اليوم جعلهم يسارعون. الخوف من الله يمنعك من ان تغتر بكثره طاعتك وعبادتك. فاهل الله الخائفون يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة. روى احمد والترمذي وغيرهما من حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يقول الله تعالى يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة، اهم الذين يزنون ويشربون الخمر ويسرقون وهم يخافون الله؟ قال: لا يا بيت الصديق، بل هم يصدقون ويصلون ويتصدقون ويخافون ان لا يتقبل الله. شده الخوف من الله منعتهم من ان يغتروا بكثره طاعته، يخافون ان لا يتقبل الله طاعته. هذا حال الخائفين. الخوف من الله ايها الاخوه هو سبب الامن والامان في الدنيا والاخره. اذا ابتلى القلب بخشيه الرحمن خرج الخوف مما سوى الله من الخوف. ما عاد العبد يخاف احدا الا الله عز وجل. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. امنون مطمئنون اهل الايمان. وقلنا ان الخوف هو شعبه من شعب الايمان، فلا يمكن لاحد ان يدعي كمال ايمانه وقوه ايمانه وهو لا يخاف. فهؤلاء لهم الامن وهم مهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في رواه ابن حبان في صحيحه قال: يقول الله تعالى: لا اجمع على عبدي خوفين وامنين، من خافني في الدنيا امنته يوم القيامه، ومن امن لي في الدنيا اخفته يوم القيامه. قل كلا، الله غفور رحيم. الله تبارك وتعالى ما يفعل الله بعذابه. الله سيحبوه، شو يخاف منه؟ لا ستحبه. وكذلك ينبغي ان تخافه. هو يقول: وخافوني ان كنتم مؤمنين. خافون، هو يامرك ان تخافه. اذا لم تخشى الله عز وجل فهذا نقص عظيم في ايمانك، شك عظيم من الايمان قد ضاع عنك. اهل النفاق هذا حاله. قل نحن نرجو رحمة الله. أي وإن الخوف من عذابه الله غفور رحيم. هذا سلوك المنافقين، لا أمل لهم ولا طاعة لهم، ويقولون نرجو رحمة الله، نحسن الظن بالله. هم كذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. المؤمنون يبيتون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يبيتون لربهم سجدا وقياما، تتجافى جنوبهم تتباعد عن مضاجعهم عن فرشهم. لماذا؟ يخافون. يرجون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا من عقابهم وطمعا في رحمتهم. يقوم احدهم كلما وضع جنبه على الفراش يقوم ويقفز كما تقفز حبه من الجبل، فتقول له ابنته: يا ابت، يا ابت لم لا اراك تنام؟ فيقول: يا بني ان ذكر جهنم
يستمر عليها، لا يحدث نفسه بتوبة وأوبة. من هذا الذي يتذكر كل هذا العذاب ثم لا يرى عينيه تسيلان من الدموع من خشية الله سبحانه؟ وكلنا مهدد. من هذا الذي أطاع الله عز وجل كما ينبغي؟ من هذا الذي عصم من الوقوع في الزلات والمنكرات؟ كلنا هذا الرجل، ولكن أين التائبون؟ أين البكاؤون؟ أين الذين هم من خشية ربهم مشفقون؟ أين التائبون إلى الله الراجعون إليه كلما أذنبوا تابوا وبكوا؟ أين هؤلاء؟ هم قلة فينا. أسأل الله تعالى أن يرقق هذه الشفقة وأن يطيعها لعظمته سبحانه. بينه ومن ذلك ربان عليه، نفعني له وإياكم بالقرآن العظيم وبأحاديث سيد الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذابه الأليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وامامنا محمدا عبد الله ورسوله وخفيه من خلقه وخليله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الطيبين وصحابته الطاهرين ومن سار على هديه وسلم بسنته الى يوم الدين. ايها الاخوه المؤمنون، اكثروا من الكلام عن الله، تحدثوا عن ربكم، عن عظمته وجلاله، فمن كان لله اعرف كان منه اخوف، كما يقول احمد بن محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي، قال: لو تعلمون ما اعلم لقبل هذا قال اطت السماء وحق لها ان تحد، ما من موضع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد، السماء تعد من شدة الثقل، كل أربع أصابع فيها ملك قائم أو راكع أو ساجد لله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أحمد بن حنبل لما روى هذا الحديث قال: إذا من كان بالله أعرف كان منه أخوف، كلما زادت معرفة العبد بالله كلما زاد خوفه من الله. حين رأت المرأة مثل الدارجة تقول لما عرف أحسن، لما كنت تقام 20 سنة وما تعرفش ما قام به والمنزل الذي في الدنيا، ربما تسيء الأدب معه، ربما تعامله بما لا يليق. هذا حالنا مع المخلوق، وهو حالنا أيضا مع الله. المخلوق نعرف قوته وسطوته وجبروته وعقابه، فنخاف ونتأدب معه ونلحق بين يديه ونطيعه الطاعة الكاملة. هذا المخلوق، فكيف بالخالق الأجل العظيم الملك، ملك الدنيا والآخرة؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير وإنك على كل شيء قدير. هو يعز من يشاء ويذل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ينصر من يشاء ويؤيد بنصره من يشاء، يهب لمن يشاء الغنى ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا، ويجعل من يشاء عقيما، وما تشاءون الا ان يشاء الله، ان الله كان عليما حكيما. نحن كلنا في مرضته سبحانه، فتحدثوا عن الله، ذكروا نفوسكم بعظمته وجلاله، ذكروا ابناءكم واخوانكم ونساءكم بجبروته وقوته وفضله وانعامه، حتى يمتزج حبه وخشيته في هذه القلوب فتنحني لطاعته، تسارع لمرضاته سبحانه وتعالى. اكثروا من الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وخشيته لله تعالى، فهو قائم: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له، أخشاكم بالله وأتقاكم له، أشد الناس خشية رسول الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعده الله بالمنزلة العليا في الجنة، الوسيلة منزلة لا تنبغي
وهي أحب لسانه إليه، فينام معها حتى إذا مس جلده جلدها يقول يا عائشة أتأذنين لي أن أعبد ربي؟ فتقول والله إنا نحب الفضل ولكن لا نمنعك عن عبادة ربي. فيقوم صلى الله عليه وسلم ويقوم بين يدي ربه يبكي حتى تبتل لحيته وتبتل الأرض بدموعه. هذا سيد الخلق يأتي عبد الله بن الشقيق رضي الله عنه ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويبكي، قال ولصدره أزيز كأزيز المرجم من المهاب. لصدر النبي صلى الله عليه وسلم أزيز لصوته كصوت المرجم ترضي عندما تأذن، ما غمسه ولا ينبغ به إنها عنده ولا ينبغي الله، يبكي بخشية الله عز وجل. الصديق رضي الله تعالى عنه حبيب حبيب الله حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين منهما في الباب. هذا الرجل العظيم الذي كان أول من أسلم وواسى النبي صلى الله عليه وسلم بماله وجهده، هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبك خليل الرحمن. يقول دعوني وصاحبي فقد صدقني حينما كذب للناس وواساني بماله حينما حارب الناس. هذا أبو بكر ماذا كان يفعل؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس، قال أمر أبا بكر أن يصلي بالناس وهو مريض. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل ضعيف، إذا بدأ الصلاة دخل في البكاء فلا يسمع الناس تلاوته. هذا أبو بكر الذي يقول عن نفسه يا ليتني شعر في صدر رجل مشرك. ومن هذا المؤمن الذي يبلغ إيمانه؟ ولو وضع إيمان الأمة بكفة وإيمان أبي بكر بكفة لرجح إيمان أبي بكر. ثم هو هذا أبو بكر يقول يا ليتني شعر في صدر رجل مؤمن. عمر الفاروق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قال وقلت
وأبو السيفين. هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله عليه. هذا يعني. ثم تجده يقول ماذا؟ يقول: آه آه من قلة السفر وبعد السفر ووحشة القرى. ماذا يقول العصاة الإنسان ممن ضيعوا أعمارهم في شهواتهم وملذاتهم وغفلوا عن طاعة ربهم؟ ماذا سيقولون؟ ماذا سنقول؟ هذا حال الأتقياء الذين بذلوا لله ما استحقوا رضا الله عليه وهم يمشون. سمعوا الله يقول رضي الله عنه. وصلى الله وسلم